مدريد، مدينة السحر والجمال، عاصمة المملكة الإسبانية وأكبر مدنها، يسكنها حوالي 4 مليون ساكن، ومع ضواحيها يصل العدد إلى حوالي 7 مليون ساكن. مدريد المدينة تعد رابع أكبر مدن الاتحاد الأوروبي بعد باريس ولندن وبرلين، بها مقر الحكومة والبرلمان والوزارات ومقر إقامات ملك إسبانيا والسفارات وكبرى الشركات الإسبانية والعالمية وأكبر وأشهر المتاحف. وما يميز العاصمة الإسبانية أن الآثار العربية الإسلامية بادية فيها أينما مشيت بشوارعها، منذ أن أمر أمير قرطبة محمد الأول ببناء قلاع تحمي الجيوش الإسلامية. مدريد تعد محل العديد من عشاق هذه المدينة بكل ما تتوفر عليها من آثار مختلفة ومن متاحف ذات صيت عالمي ومن خدمات قلما تجد مثيلا لها في عواصم أوروبية أخرى. ويعد ملعب سانتياغو برنابيو واحداً من هذه المعالم التي يهوى الكثيرون من السياح زيارتها، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن القلعة البيضاء تعد ثاني الأماكن استقطاباً للسياح بعد متحف البرادو الشهير. القائمون على ملعب سانتياغو برنابيو يقومون بزيارات خاصة للأفراد والجماعات طيلة أيام السنة تنال رضا هواة الفريق الملكي، والذين يجدون المتعة بزيارة كل الأروقة وبخاصة متحف النادي الزاخر بالكؤوس المحلية والقارية والعالمية والتي حصدها الفريق الملكي عبر التاريخ. ويعود تدشين هذا الصرح الرياضي إلى أواخر 40ات القرن الماضي، وكان يتسع لحوالي 90 ألف متفرج، غير أن عملية الترميم الأخيرة التي عرفها الملعب جعلته يتسع لحوالي 100 ألف مقعد. سانتياغو برنابيو هو من فئة الخمس نجوم حسب تصنيف الويفا، نظرا لسعته والراحة التي يجدها به المتفرج ولتوفره على سبل السلامة والأمان. بقي أن نشير إلى أن ملعب سانتياغو برنابيو، والذي سيكون اليوم شاهداً على مباراة العودة للسوبر الإسباني لسنة 2017 بين الغريمين التقليديين برشلونة وصيف البطل وصاحب الأرض بطل الليغا وبطل أوروبا ريال مدريد. سانتياغو برنابيو سبق له أن كان مسرحاً للعديد من التظاهرات الرياضية التاريخية، حيث كان شاهداً على نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2010 ونهائي كأس العالم لكرة القدم سنة 1982، فضلاً عن ما لا يقل عن 35 نهائي كأس ملك إسبانيا. رواد ملعب سانتياغو برنابيو عايشوا أساطير عديدة بللت عشب القلعة البيضاء، بدءا بألفريدو دي ستيفانو، إلى بوتراجينيو وراؤول وفرناندو ييرو وديفيد بيكام وروبرتو كارلوس والظاهرة البرازيلية رونالدو ونجم النجوم لاعبا ومدربا زين الدين زيدان، وصولا إلى ماكينة التهديف كريستيانو رونالدو. زملاء الهداف التاريخي للميرينغي
سيكون اليوم صحبة زملائه على موعد لمجد جديد ورقم جديد وكأس جديدة ستضاف إلى خزائن النادي الملكي لو تمكنوا اليوم من رفع هذه الكأس الغالية. بقي هل سيرضى زملاء ميسي بأن يرفع سيرجيو راموس الكأس في هذا اليوم؟ أم أن أبناء المدرب الفيردي سيجعلون إنيستا هو من سيعتلي المنصة من أجل رفع اللقب للمرة الثانية على التوالي؟